حضارة الصين، العصر البرونزي، الخط الزمني، فترة سلالة شيا الحاكمة، تقريباً من 2070 سنة إلى 1600 قبل الميلاد، قبل الحقبة العامة. المكان، الصين. أهلاً ومرحباً بالجميع. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الإمبراطور يو المعروف بيو العظيم هو مؤسس سلالة شيا، وهي سلالة صينية يعود تاريخها إلى ما يقرب من 2000 عام، وهي أقدم سلالة موصوفة في السجلات التاريخية القديمة. تم ذكر اسم شيا في التقاليد الشفوية المبكرة، ولكن تم توثيقه أيضاً في المواقع الأثرية والمصنوعات اليدوية المكتشفة في عام 1928. يناقش العلماء الغربيون والصينيون صحة أساطير تأسيس هذه السلالة، ولا سيما في دقة التسلسل الزمني المعبر عنها في السجلات المكتوبة، مثل سجلات المؤرخ الكبير وحوليات الخيزران، والتي تم تأليفها بعد 2500 عام من الظهور المفترض للسلالة. تأسيس سلالة شيا. تنازل شون آخر الأباطرة الخمسة عن عرشه لصالح يو باتباع نظام التنازل عن العرش، والذي يتم فيه اختيار القادة وفقاً لقدرتهم. اعتبره شون الموظف المدني المثالي. كان يو العظيم يحظى بتقدير شعبه لابتكاره نظاماً يتحكم على الفيضانات السنوية المدمرة من خلال بناء قنوات للري وإنشاء سدود على طول جميع الأنهار الرئيسية. تذكر الروايات أنه كان يعمل بجد دون كلل أو ملل، لدرجة أنه لم يدخل منزله ولو لمرة واحدة على مدى 13 عاماً، رغم مروره بجانب باب منزله في 3 مناسبات وسماع بكاء أطفاله. أدى هذا النجاح إلى وقف الفيضانات وإلى زيادة الإنتاج الزراعي. نقل يو العظيم الحكم إلى ابنه تشي ليشكل سابقة لحكم الأسرة الحاكمة أو النظام الوراثي، والذي يعد بداية لفترة من السيطرة السياسية والاقتصادية للعائلة والعشيرة. كانت لسلالة شيا قرى ومراكز حضرية، وكانوا شعباً زراعياً. شملت فترتهم حرفاً رئيسية مثل نحت اليشم وصب الأواني البرونزية، بعضها مزين باليشم. ابتكرت شيا أيضاً نظام تقويم يضم الحركات القمرية والشمسية. عما يبدو أن مقاطعة خنان كانت مركز أسرة شيا، ولكن بعض العلماء الغربيين يؤكدون أن أسرة شيا لم تكن سلالة حقيقية. يشير التسلسل الزمني التقليدي المستند إلى حسابات ليو شين، وهو عالم فلك ومؤرخ، إلى أن أسرة شيا حكمت من عام 2205 إلى 1766 قبل الميلاد، ولكن التسلسل الزمني المستند إلى حوليات الخيزران يؤرخ أن سلالة شيا من 1989 إلى 1558 قبل الميلاد. بتكليف من جمهورية الصين الشعبية في عام 1996، والذي شمل 200 باحث كانت مهمتهم تحديد التسلسل الزمني والمواقع الجغرافية لسلالات شيا وشانغ وتشو بدقة. ورد التقرير الذي نشر في عام 2000 أن سلالة شيا تعود إلى الفترة من 2070 إلى 1600 قبل الميلاد، بعد وفاة الإمبراطور يو العظيم. واستمراراً للنظام الوراثي، تعاقب 16 حاكماً لسلالة شيا وفقاً للتاريخ التقليدي. غالباً ما كان الحكام يؤدون دور الشامان ويتواصلون مع الأرواح للتوجيه، وتستخدم العائلات الحاكمة طقوساً متقنة ومثيرة لتأكيد سلطتهم السياسية. يوضح الجدول التالي أسماء أباطرة سلالة شيا بترتيب بالتسلسل ومدة حكمهم. سقوط سلالة شيا. كان الإمبراطور جي يعتبر فاسداً ويعيش بنمط حياة مليئة بالترف والترفيه، وعامل العبيد بقسوة شديدة.
أصبحت سلالة الشيعة تفقد قوتها شيئاً فشيئاً مع تزايد المعارضة واستغلال عشيرة شانغ واكتسابهم دعماً من القبائل الأخرى. تسببت طرق وأساليب الإمبراطور جي الدكتاتورية في ثورة شعبية تحت قيادة تانغ الذي أطاح بأسرة شيا في معركة مينغ تياو وأسس سلالة شانغ. في الحلقة القادمة سوف تستمر جولتنا في رحاب الحضارة الصينية وتحديداً في فترة سلالة شانغ. نشكركم على حسن مشاهدتكم واستماعكم، ونتمنى أن تدعموا القناة وأن تفعلوا جرس التنبيهات وأن تضغطوا على أيقونة الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد من قناة المتجول. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.